البروباغندا الشائعه عند الناس. غالبا ملي كنتكلموا على البروباغندا كيستدعيو الناس فكره الحرب العالميه الثانيه، وعلى ان البروباغندا نشات في بيئه ديكتاتوريه وعند النازيه والفاشيه، وبدليل وهو دليل اللي واضح عند العيان، جوبلز اللي كان هو وزير البروباغندا الالماني. وطبعا مؤرخي البروباغندا كيتكلموا كيركزوا على البروباغندا الفاشيه والبروباغندا النازيه، ومن بعد كيتكلموا على البروباغندا الستالينيه والشيوعيه. لكن هذه كاريكاتير البروباغندا الاصليه وما يسمى بالبروباغندا المعاصره، البروباغندا التطبيقيه اللي ما نشاتش في بيئه ديكتاتوريه، نشات في الديمقراطيات اللي تسمى الديمقراطيات العريقه. نشات في امريكا في الحرب العالميه الاولى، ماشي في الحرب العالميه الثانيه. هنا كاين واحد الاناكرونيزم هيستوريك، يعني كاين واحد الخلط التاريخي مقصود من بعد الجهات، يعني المؤرخين خاصه اللي كانوا مقربين من اللوبي الصهيوني في اوروبا وفي الولايات المتحده الامريكيه، ركزوا على البروباغندا النازيه. والحقيقة أن النازيين استفدوا من البروباغندا الأمريكية اللي كانت بدأت بأول مؤسسة البروباغندا في التاريخ، هي الكوميشن كريل أو الكريل كوميشن، كان دارها الرئيس ويلسون مع حفيد فرويد، مش حفيد فرويد هو دوبل نوفود فرويد، يعني ولد أخته الفرويد ولد يعني علاقة قرابة، يعني من جوج جهات، يعني عنده قريب الفرويد من جوج جهات. فرويد هو اللي أسس لما يسمى بالبروباغندا المعاصرة في هذه اللجنة اللي سميتها لجنة كريل، كان أسسها كريل كوميشن، كان أسسها ويلسون، اللي كان وصل للحكم برنامج ضد المشاركة في الحرب. كانت الولايات المتحدة الأمريكية كانت أيامها كانت الحرب العالمية الأولى في أوروبا، والرأي العام الأمريكي رافض في عمومه للمشاركة في الحرب داخل أوروبا. الرئيس الأمريكي اللي كان ديمقراطي، في الحزب الديمقراطي يعني، كان جاب برنامج يعني رافض للمشاركة في الحرب. وصل للسلطة، طبعا برنامج انتخابي ما عندوش علاقه بالوقائع السياسيه، كان خصهم ياخذوا الراي العام الامريكي ويردوه قابل للحرب، للمشاركه في الحرب. فبداوا كيشتغلوا على الراي العام الامريكي، جابوا واحد مجموعه من الخبراء في علم النفس الاجتماعي، خبراء في السياسه وفي علم الاجتماع، ومن بينهم كان قريب فرويد اللي اسمه ادوارد بيرنيز، وكان صحفي امريكي شهير اسمه والتر ليبمان. هادو اللي اسسوا للقواعد لصناعه الراي العام او التلاعب بالراي العام، وبداو كيطوروا تقنيات، من بينها مثلا هذه الملصق الافيش المعروفه وي وونت يو، اللي كلشي كيعرفها، لونكل سام، صوره لونكل سام، العم سام بالقبعه الامريكيه معروف، ويشير للجمهور وي وونت يو. هذه كانت استعملت في الحرب العالميه الاولى، كانوا كيدفعوا بالراي العام، دفعوا الراي العام انه يولي طالب للمشاركه في الحرب. وست شهور ديال البروباغندا حولت الراي العام من رافض للحرب، المطالب بالحرب، ماشي غير قابل بالحرب، المطالب بالحرب. فكان نجاح مبهر للصناع لهذا البروباغندا. فشارك الرئيس الامريكي في الحرب، انتهت الحرب، قرر ياخذ معاه بيرنيز لأوروبا في ما يسمى بمؤتمر السلام. وبرنيز اللي دعم المشروع ويلسون للحرب هو اللي كان مشارك في ال 14 نقطة اللي قدمها ويلسون للسلام، يعني حتى السلام شروط أمريكية في الحرب العالمية الأولى. وكانت هذه البداية لما يسمى فيما بعد بالعلاقات العامة، العلاقات العامة اللي اليوم يعني مصطلح عابر عادي، يعني في الشركات الكبرى والمؤسسات الرسميه كتستعملها. العلاقات العامه في الاساس هي البروباغندا. لما رجعوا من مؤتمر السلام، كانت واحد الجامعه في شيكاغو
جامعيين بداو يستشعروا خطر البروباغندا، فبداو يكتبوا بحوث على البروباغندا اللي دارها بيرنيز هو الرئيس ويلسون، وقرروا انهم يفضحوا هذه الاليات اللي كانت اول مره غتحط اليات علميه لصناعه الراي العام. فقرر بيرنيز انه يغير كلمه بروباغندا وسماها علاقات عامه، وحل مكتب في نيويورك للعلاقات العامه. كانت هذه البدايه للعلاقات العامه المعاصره اللي كنشوفوا المكاتب العلاقات العامه اللي كتدرس حتى في معاهد الصحافه. اليوم راه كاين تخصص علاقات عامه، وهي مبنيه على 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 تقنيات التضليل، واللي هي كنشوفوها حتى في مجال الاعلانات الاشهار وكذا، كيفاش التلاعب بالراي العام بشكل لا واعي، انك تقود الراي العام، تاثر على الراي العام بدون ما يحس بانك كتوجهه اتجاه معين. اذا في البروباغندا هي نشات في بيئه ديمقراطيه، وعلاش دي بيئه ديمقراطيه؟ لان في البيئه الديمقراطيه ما يمكنلكش تستعمل العنف او القوه لفرض الخيارات السياسيه. كيقول شومسكي، كيقول البروباغندا بالنسبه للديمقراطيات مثل العصا بالنسبه للديكتاتوريات، يعني كتخلق الكونسنسوس او التوافق العام، وسماه هو صناعه الادعان. يعني الراي العام يدعن القرار السياسي بشكل لا واعي، فكيوجهوا تاره لليمين وتاره للشمال، يعني مؤسسه ضخمه اللي كتحرك الراي العام. هذا كانت في هذه المرحله بيرنيز اللي اسس لهذه التقنيات. في 1928 كتب كتاب اسمه بروباغندا. هذا الكتاب هو المانيفيستو ديال التضليل. كانت لافاي، يعني الليله اللي قبل من، يعني قبيل الازمه الماليه، انتهت الحرب العالميه الاولى، الشركات الكبرى اللي بدات عندها ازمه مع الراي العام، يعني كيفاش تقنع الراي العام بمشاريعها، بدات كتفكر في كيفاش تضل الراي العام، فتواصلوا مع هاد الناس هادو اللي كان من بينهم بيرنيز، كان بينهم والتر ليبمان، كان بينهم ايرفيرلي، اللي كانوا هادو من المؤسسين، الاباء المؤسسين للتضليل. في الثلاثينات النازيه استفدت من ابحاث ديال بيرنيز، فهما عالة على البيئة الديمقراطية في هذا الموضوع. وطبعا هما مارسوا البروباغندا بشكل سطحي كاريكاتوري مفضوح، يعني لأن ما كانش عندهم حاجة لدفع الرأي العام كما كيتصوروا الناس، كيتوهموا تضليل الرأي العام. هما عندهم كانوا كيوجهوا الرأي العام اللي ما قبلش، عندهم أساليب أكثر عنف وأكثر التخويف. ثانيا في البيئة اللي هي فيها القمع، فيها السلطة الحاكمة ما محتاجاش تقنع الرأي العام، الرأي العام من الصعب أنك تعرف هواه. بيرنيز كيتكلم على في كتابه بروباغندا على أن البيئة، أن البروباغندا الناجحة كتكون مبنية على فهم دقيق للرأي العام ومفاصل الرأي العام. يعني في بيئة اللي هي فيها السلطة كتمارس العنف والقوة، الناس كتخاف، فالآراء ما كتكونش معلنة. يعني الا جيتي دير سونداج او مثلا تسول الناس على ارائهم في مواضيع، غيكذبوا عليك، يعني ما غاديش يقول لك. يعني كتصور مثلا روسيا الستالينيه، يعني ما كتصورش ان الناس غيعطيو ارائهم الحقيقيه، او مثلا في كوريا الشماليه ما كتصورش ان الراي العام غادي يصرح بالناس، ما تعرفش هواها. في حين في البيئه اللي الناس تستشعر الحريه ظنا، يعني كيسميوها الحريه الموهومه. يعني شومسكي كتب كتاب اسمه صناعة الرأي العام، عالم لسانيات الأمريكي المعروف، صناعة الرأي العام الأوهام الضرورية. هو ماشي هو اللي كتب هاد العنوان، جابوه من كتابات والتر ليبمان اللي كان هو صديق بيرنيز، وتخدموا على هاد الآليات. أن وهم الحرية ووهم الديمقراطية، أنك يخيروك بين ديمقراطيين وجمهوريين مثلا، انت مدفوع يا لهذا يا للثاني. يعني راه كاين احزاب خرافه مثلا في الولايات المتحده الامريكيه، وما الناس ما غتصوتش عليها لان ما تعطلهاش هذاك الحجم في الحضور الاعلامي وفي التاثير على الراي العام. ف هاد قاده الراي العام هما اللي قرروا ان هاد غتاخذ السياسات هذا الاتجاه او ذاك الاتجاه، والراي العام مفعول به، يصرف للمفعول به. فخليك من الشعارات السياسويه اللي كتقول بان الشعوب عندها قرار لا واعي. في القرن 19
اكتشف غوستاف لوبون اللي كتب سيكولوجية الجماهير أول مرة يكتشفوا أن هناك شيء اسمه الاسبري دي فول أو روح الجماهير، لا وعي الجماهير، الجماهير كتحرك بشكل لا واعي. ملي كيدخل الفرد في في الحشد كتختفي قدراته الشخصية على التمييز وعلى الاختيار. ودارت بحوث سلوكية في بعد يعني منها مثلا البحوث ديال أوش اللي تبتات أن الفرد ممكن يشوف الخطأ، يعني إمكانياته العقلية هذا ما كيشككش في إمكانياته العقلية ولا ذكائه، لكن إلى انساق للمجموعة كتختفي هذه القدرات، فما كيبقاش عنده قدرة أنه يميز بين الحق والباطل وبين. فالحاصل أن الآليات اللي تطورت في بداية القرن الآن صفتها بأشواط، عندهم إمكانيات يعني أكثر تطورا. طبعا السوشيال ميديا هذا الموجة اللي جات مؤخرا ديال اللي كيسميوها شبكات التواصل الاجتماعي وكذا، بدليل تويتر مثلا كيسميوها يعني تغريدة، يعني تغرد داخل السرب ماشي خارج السرب. يعني تصور معي الفكرة، يعني بدأت في 2004 تقريبا بعد حرب العراق بدأت كتطور هاد الوسائل التواصل الاجتماعي في نفس الوقت. طبعا هذه ما جاتش فقط نص مركزة على البعد التكنولوجي في القضية، هذه جات بقرار من الشركات الكبرى مثل جوجل أو المؤسسة الأمريكية اللي اختارت أنها توجه مثلا بعض المواقع أنها تولي جماهيرية مثل فيسبوك يوتيوب اللي هي اليوم معروفة أنها هي المسيطرة على هذه الشبكات الاجتماعية. فالرأي العام معروفة قضية البوز مثلا، هذه كلها مصطلحات جديدة ظهرت مع السوشيال ميديا، وهي كتصنع صنعا معروف أن حتى محركات البحث في جوجل كيمكن تأثر بها على الرأي العام. مثلا الخبر من كيطلعوه الأعلى مستوى، أي واحد دخل مثلا بحث على واحد الخبر غيلقاه هو في الواجهة، فغيختار حتى المواقع اللي غتقرأ له لا يقرأ لها مثلا في يقرأ فيها الخبر، طبعا هي كتوجه بها الرأي العام. الآن كاين تقنيات متطورة جدا في دفع الرأي العام لاتخاذ قرارات معينة تقدر تكون حتى ضد مصالحه. مثلا اليوم غتلاحظوا معايا في الإشهار ظهر واحد التقنية ديال قرب للرواية منها للتقرير. مثلا شحال هذه كان في الإعلانات كيتكلمك على المنتوج، على انه مفيد لكذا، انه اليوم كيتكلموا كيرويو قصه المنتوج. هذه كتسمى تقنيه كتسمى ستوري تيلينغ. ستوري تيلينغ كاينه دخلت في الصحه حتى في الصحافه، الكتابه للصوره كتكتب بروايه. غتلاحظوا معايا مثلا في حتى مثلا صناعه الشخصيات السياسيه بنفس الشيء، اوباما حكاو قصه اوباما اللي كان المركزين على تاريخه، كان طالب من أسرة للمهاجرين وكذا. فالناس اللي هي يعني موجهة للخطاب كانت مقصودة بالكتابة للشخصية، يعني كانوا مستهدفين واحد مثلا هو كان جمهوره من الأفرو أمريكان من الجاليات من كذا، هاد الأقليات بين معقوفتين كان موجه للخطاب. فحتى طريقة كتابة قصة الشخصية ركزت على هذا الموضوع. في تركيا مثلا اعتمدوا على ستوري تيلينغ. اردوغان مثلا من يحكوا قصه اردوغان حكوا قصه هذاك الطفل اللي كان كيبيع الصميت الفقير اللي الناس تاثر به اكثر لان كيحسوا به منهم قريب لهم من حياتهم، يعني من نصب بسطاء، يعني ماشي بداك الشكل ديال السياسيين القدام اللي كيكون يشوفهم بينهم وبينهم فارق في المستوى الاجتماعي ولا كذا، يعني كتحسوا بان عنده. فاعتمدوا على قضيه الحكي. هذه التقنيه هذه اكتشفت في التسعينات تقريبا، اشتغلت بها رونو، اشتغل بها ساركوزي، اشتغل بها اوباما، اشتغلوا بها سياسيين اخرين، اشتغل بها حتى بوش. داروا حملات دعائيه. هذه الحملات هذه كان فيها القصه، الى رجعتي الحملات الدعائيه اللي دارت من يما فيها مذبوش كان كيروي قصص انسانيه، يعني فعوض ما يقدم لك مثلا اي مشروع سياسي كيقدمه بقصه انسانيه.
الناس كتاثر به عاطفيا بحال كتروي قصه القاو بتجربه على انها كتاثر على الراي العام اكثر من اي شيء اخر. فيعني ماشي حتى التقنيه يعني مثلا وسائل التواصل الاجتماعي تقنيه في التواصل يعني سهلات التواصل المباشر، ولكن حتى في قضيه الكتابه اليوم المؤسسات الاعلاميه الكبرى مثل البي بي سي كيكتبوا الصوره كيبداو بالصوره عادي يكتبوا عادي يكتبوا التقرير الصحفي. اليوم يعني مثلا في المدرسه اللي خاصه بالبي بي سي كيبداو بصوره في التقرير عاد كيكتبوا عليها التقرير الصحفي، يعني تقلبات القصيره. كان في السابق التقرير الصحفي كيبدا بالتحقيق مثلا وكيقلبوا في الارشيف ولا في الصور ولا يصوروا صور ويدعموا بهم التقرير. دابا بدا كتبدا الصوره هي الاولى وكتكتب عليها القصه، وطريقه الكتابه تبدلت يعني ما بقاش تقريريه بحال اللي كانت، دابا اكثر اثاره لانها مبنيه على اساليب ادبيه اكثر. فالمهم ان الكتابه تطورات والتقنيات تطورات، وداك الشيء اللي كان ممكن يعني سابقا مثلا في بدايه القرن كانوا كيبنيو على استطلاعات الراي باش يعرفوا الراي العام فين موجه باش يعاودوا يقدروا يوجهوه بالطريقه اللي بغاو. اليوم عندنا امكانيات ضخمه في الوصول الى فهم الراي العام. مثلا في التلفزيون كاين عندنا اللي كيتسمى الميدياميتر. في فرنسا كاين واحد المؤسسه سميتها ميدياميتري، فيها 15 مؤسسه اعلاميه شكلت واحد مركز ابحاث لدراسه الراي العام، دراسه مفاصل الراي العام. فعندهم ارقام دقيقه للمشاهدات لي كورب، يعني هذوك البيانات ديال المشاهدات كيعرفوا بالضبط شنو شافت الناس، باش كيبنيو على 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 واحد ليشونتيون، واحد نموذج من كياخذوا واحد مجموعه من الراي العام وكيدرسوها، كيعطيوهم واحد العلب في البيت، وكل فرد من افراد البيت كي ملي كيبدا يتفرج في التلفزيون كيضغط على الرقم الخاص به، فسلوكه في المشاهده كيكون عندهم واحد الداتا، واحد المجموعه من المعلومات على اذا كان ذكر، اذا كان ابن، بنت، الوالد، الوالده، حتى الضيوف ملي كيجيو عندهم ملي كيشوفوا التلفزيون كيعرفوا بالضبط شنو شافوا الناس وشحال جلسوا في البرنامج، فكتلقاهم عارفين تفصيل شنو هما البرامج اللي اكثر تاثيرا، اكثر قوه، وشحال كتجلس فيها الناس، تفاصيل. هاد التفاصيل كتساعد اللي هو باغي يصنع الراي العام على انه يدرسها ويوجه بها الراي العام. في الانترنت عندهم واحد الاليه اخرى سميتها النت راتينغ، كيعرفوا بالضبط كيديروا بروفايلينغ للناس اللي كتدخل الانترنت. يعني مثلا دخلتي سلوكك في الانترنت كيكون عليك واحد الشخصيه، هما عندهم رقم كيبيعوك للاعلانات، يبيعوك للساسه، يبيعوك للشركات الكبرى. انت ما كتحسش بنفسك ملي كتكون في الانترنت كتصرف بشكل تلقائي، فانت كتكون كتعطي معلومات، انت كفرد مستهلك للانترنت كتعطي معلومات عليك مجانيه للمحركات، للمحركات البحث، للشركات الالكترونيه اللي كتكون كتكونات عليك واحد التصور دقيق لسلوكك.